أعزائي متابعي ومشاهدي موقع صدى البلد الإخباري، نحن الآن بعزبة عزاقة التي سقط فيها داخل بئر الشاب طه محمد عبد الحميد 30 سنة بمدخل الطريق الصحراوي الغربي بصحراء غرب المنيا. نحن الآن في منطقة الصحراوية بالقرب من قرية عزاجة تابعة لمركز المنيا، بنتابع أعمال الحفر المستمرة بسرعة انتشال الشاب طه والذي سقط في بئر منذ الثلاثاء الماضي. هنحكي لحضراتكم الحكاية بالتفصيل. الواقعة بدأت مساء الثلاثاء، كان طه محمد عبد الحميد الشاب اللي بيبلغ من العمر ما يقرب من 30 سنة، في أثناء ذهابه إلى منزله سقط في بئر جوفي للمياه الجوفية، كان يستخدم قديما للمياه ولكنه حاليا معطل. سقط البئر ده يصل عمقه ما يقرب من 25 متر. بمجرد ما سقط استغاث بأصدقائه الذين كانوا معه، فعلى الفور قاموا بإنزال حبل بسرعة انتشاله من البئر، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل وقاموا على الفور باستغاثة بالأهالي وأهالي العزبة وأهل الشاب وأسرته. وعلى الفور جاءوا الأهالي وحاولوا إنقاذه، وقاموا على الفور بحشد العديد من المعدات، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل كما قاموا تحرير محضر وبلاغ الأجهزة الأمنية والأجهزة المحلية بسقوط شاب في بئر داخل الصحراء الغربية بالقرب من قرية عزاجة. وعلى الفور تم حشد العديد من المعدات، منها دجاج وحفارات ولوادر لسرعة الوصول للشاب الذي كان يتواصل مع أهله وأصدقائه لمدة 6 ساعات متتالية. اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تابع الواقعة منذ الواقعة الأولى، وأصدر تعليماته وتكليفاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة المنيا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الحماية المدنية بحشد المعدات من دجاج وكوادر ولوادر قلابات للوصول إلى طه. العديد من الاستغاثات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لسرعة إنقاذ الشاب، والذين شبهوا الواقعة بواقعة طفل ريان بدولة المغرب الشقيقة، وقالوا أن طه هو ريان المصري. فالواقعة متشابهة من حيث السقوط في البئر، من حيث المنطقة الصحراوية،
الجميع يدعو الله عز وجل أن يصل إلى جثمان ويحاولون الحفر لمدة 3 أيام متتالية أشاهد حضراتكم أعمال الحفر المستمرة سرعة انتشال الشاب من البئر الجوفي الذي سقط فيه مساء الثلاثاء والذي يصل عمقه ما يقرب من 25 متر. أعمال الحفر ما زالت مستمرة وسط هذه الطبيعة، وسط هذه المنطقة الصحراوية الجبلية. أعزائي متابعي ومشاهدي موقع صدى البلد الإخباري، نتابع الآن أعمال الحفر للعثور على جثمان الشاب طه محمد عبد الحميد ابن قرية عزاجة، والذي سقط في بئر جوفي عمقه ما يقرب من 25 متر بمنطقة صحراوية أثناء التحدث في الهاتف المحمول. وعلى الفور قام زملاؤه وأصدقائه بالإسراع سرعة انتشاله من داخل البئر ومدوا له حبل، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وقاموا بسرعة الاستغاثة بأهله وأهل العزبة الذين جاءوا جميعا للمساعدة في انتشال طه من داخل البئر الجوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة. وعلى الفور تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الواقعة وتطوراتها، وأمر وأصدر توجيهاته لرئيس ما
مركز ومدينة المنيا، بسرعة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، توفير وحشد معدات الوحدات المحلية من دقاق ولودر حفار وسيارات لنقل الرمال بعيدا عن موقع لازلنا معكم في عمليات الحفر المستمرة سقوط الشاب ريان الشهير بريان طه محمد عبد الحميد.